16 سالم المروقي 91 مو عبد الله ماهر 23 معتز كلك نختار ملاعبي اللي ما يخرج خاطر ولا توا ما عادش يساعد انه مع سورتو مع لي ترانزيسيون رابيد وكل شيء ما عادش يساعد المدربين انه يعمل لي شونجمون ديفونس اتاك نتاعو دونك ديما يكون ماذا بيه ملاعب يلعب ديفونس اتاك خير من اللي يصيروا شونجمون توا احنا نسميهم ناقصين بشونجمون واحد اكيد 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 وكما تلاحظوا توا انا تعدينا للجو ترانزيسيون ما صارش شونجمون معناها نجموا نكملوا كره بهدف سريع كما ساعه توا مع عبد اللطيف منيب نوف متر وانتي جو يضرب الكره يتصدى ادريس الدريسي تصدي ثاني لادريس في المقابله تمشي كره لرميكي رميكي يضيع كانت الكره الفوق دونك البازافون تاعهم مش قاعده تخدم هذا بقدره ربي يسهل علينا اكثر اللعب ان شاء الله ولا هو نكمل هنا مليح من لي سيكتور الكل ان شاء الله نكملوا لهنا دو مينوت ان شاء الله ما تقلقناش شوفي محمد علي البحري قاعد يسخن باش يدخل في الكوره ادريس دريسي ممتاز ادريس يتصدى للكوره ادريس دريسي تكون سوداء اكثر ونحاولوا ما نقبلوش نحافظوا على الهدف هذاك اللي احنا سجلناه وقت اللي كاملين ناقصين اكيد اكيد اليوم فوالا هاو ياكد كلامك معناها وقت اللي تبدا في الدفاع قوي اوتوماتيكمون تمشي بمورال قوي للاتاك كيف كي تبدا هنا فريرتو نيميريك وتسجل في الاتاك يعطيك شحنه كبيره في الدفاع تصور معناتها شونجمون تكتيك باهي ممتاز في صالحنا ان شاء الله ان شاء الله ترجع الكره لهنا عند مهاب بلال وموجود ادريس دريسي موجود ادريس دريسي التصدي الخامس ليه في المقابله ادريس يتصدى ويرجع الكرة عند نصر رياضي بتبولبا اللي ترجع كاملة نرجع سبعة كيف من الرجوع لهنا نشوفه لهنا يقدم رفيق يولي زاد المعاذ مش ما يخليش اما مالجريسا يطلع البازارير ويتصدى دريس دريسي دريس دريسي يتصدى مرة أخرى كوتش بعد التايم اوت شنو شفته تبدل في الدفاع واضح يظهر لي كيما قلت لك واضح محمد قاعد يقرا في المقابله نتاعو دونك قلت لك راهو الاشكال يقدم يعمل متر ونص على الزون رميكي كيف مارشي ترجع الكره بتسعه امتار كانت 23 اللي هو تتلعب بالكره ترجع للجنزري مهاب قلال يخرج لنا ديبار اونجل مسكر موجود دريس دريسي ما تنجمش تسجل دريس هكاكا يتصدى مرة أخرى ترجع الكرة في الهجوم معاذ أمين الأخضر أمين الأخضر مش ترجع على كرة الهجوم مهيب قلال جنزري يحاول يدور الحكم هيزونتي جو قلال يضرب وموجود مرة أخرى دريس لدريسي ممتاز دريس لدريسي اليوم وفي الشوط الأول ثمانية تصديات كاملة وتصدي ولا بلوتو باساج كان من أسامة بلوم الأول سينيالا معاذ 6 متر ادريس ويتصدى ادريس ادريسي ممتاز ادريس تصدي تاسع عليه في المقابله حتى توا في شاوت ب 27 نقطة النصر الرياضي بتبول والمرتبة الخامسة ب 23 نقطة مع تقرب لبعضنا في الترتيب مترشح توا للفاز بلاي اوف يظهر لي اللي قاعدين نشوفوا فيه حاجة منتظرة في المقابلة هذه نزيد على كلامك معناها نصر تبول قام بانتدابات أول حاجة ثاني حاجة نصر تبول موجود عم ناول في النهائي في الجونيور معناها قاعد ينجح حتى كي يمشي بالدريبل قاعد ينجح دونك كيف نجح لنا في ال 6 متر معناتها سجلنا ال 6 متر تورس مهدي سايح لونغاسيون ان شاء الله يرجعوا في البلاي اوف نتاع البطوله
غادي وين نسحقوهم. ولهنا عبد اللطيف منيب ممتاز ممتاز ياسر، ادريس لدريسي، كانت اكسيون مزيانه من عبد اللطيف منيب، نعمل الفان دوكور ادريس لدريسي 12. يظهر لي كوتش نكمل ساعه الفاست بريك هذا، هذا ديجا الروبلي اللي كنت تحكي عليه يصير توا، يتصدى ادريس وباش ترجع الكره ب 9 متر، وصل الكره مجدوب تتقص، ترجع كونتر اتاك عبد اللطيف منيب، ويضيع يضيع قدام ادريس، ادريس اللي سكر الكاش، ما تصداش للكره ادريس لكن سكر الكاش نتاعو، وضاعت كره الهدف فارق على النصر الرياضي بيت بولبا اللي قلت موجود في المرتبه الخامسه. يلعب الكره مع ماهر بن عبد الله، ترجع على الكره ماهر بن عبد الله، يوصل للبيفو، حكم يقول ما فما شيء وتصدي اخر. نهايه المقابله سي لو مومون وجامي باش ناخذوا ثلاث اهداف فارق. اكيد اكيد. مره اخرى ادريس الدريسي، مقابله ادريس الدريسي ترجع الكره لهنا، المهيب قلال يوصل لبلال بلال، ادريس الدريسي مره اخرى، ادريس الدريسي 15 تصدي يخلينا في المقابله، ممتاز ادريس